هاي color blindness أو عمل ألوان بيصيب 8% من الرجال و 5% من النساء، يعني امرأة واحدة على كل 200 ورجل واحد على كل 12 رجل، مع أنه عدد النساء يلي حاملين هالضعف بجيناتهم من دون ما يكونوا بيعانوا منه أكبر بكتير من عدد الرجال يلي حاملينه. هالضعف معروف كمان بدالتونيزم نسبة للعالم جون دالتون يلي كان مصاب فيه ويلي كان يعتبره موجود بسبب سائل ملون موجود بحدقة العين. 99% من الأشخاص اللي بيعانوا من عمل ألوان هن بالواقع بيعانوا من ضعف، يعني مش color blind وإنما color deficient، وعلى الأرجح بيقشعوا الأحمر أخضر والأخضر أحمر. مين قال إنه شرطة الإطفائي وكابتن الطيارة من الوظائف يلي بتفرض على صاحبها يكون عنده نظر 100% سليم؟ أنا قال. شوفكم بكرة.